السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مصطفى محمود محمد من جامعة جنوب الوادي كلية الآداب قسم اللغات الشرقية. إن شاء الله قصيدتي بعنوان احتواء. دعوني فقد ولهت جماله وصعقت عشقا بل عشقت دلاله. حسناء تغزل للحسان بريقها، شقراء تنثر للقلوب رحقها. حوراء إن نظرت إليك عيونها سقتك خمرا لا يزول شفاؤها. طفق الجمال أن يجمل مثلها، عجز الزمان أن يبين ندها. كحل عينيها يلمع جفنها، يشفي عليلا يزين وجهها. فإن خرجت على أرض بار ترابها أينعت الأرض خضرة لجمالها. ونظرت عشقا في فتور خلفها فصاح قلبي لا أطيق قوامها. وخرجت عمدا كي أذوق كلامها وأمتع الأذنين جمال حديثها. نظرت إليها وبدأت ترتيب الكلام أمامها، عجز اللسان أن يستدرج فمها. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح الظلام تزين وجهها. يا بنت حواء كيف وصالها؟ كيف السبيل؟ أين طريقها؟ قلبي ضعيف هام بعشقها، قلبي ضرير لم يشاهد مثلها. يا بنت حواء ما لعيونها بريق نجوم تضيء سماؤها. وشكرا.